لماذا الوضوء بعد أكل لحم الإبل عند من يقولون بوجوبه؟ النبي هو الذي أمر، فإذا أمر النبي بأمر، إذا قال من أكل لحم، إذا قال وقد سئل نتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، فسمع وطاع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا يخفى أن المسألة فيها نزاع بين العلماء، فيرى الجمهور عدم وجوب الوضوء من لحوم الإبل، أما الحنابلة فيرون الجواز فيرون الوجوب. وسبب الخلاف من ناحيتين: الأولى الخلاف في صحة الحديث وضعفه، الثانية الخلاف في نسخ الحديث من عدمه.